سوء الأحوال الجوية تدفع السلطات اليابانية لتعليق عمليات الإنقاذ عند بركان أونتاكي وسط اليابان، حيث يخشى انفجارات بركانية جديدة. عمليات البحث عن جثث الضحايا استؤنفت صباح يوم الاثنين، ثم تم تعليقها بعد حصول هزات، وبعد ظهر يوم الثلاثاء أوقفت أيضا عمليات البحث على الأرض وبواسطة المروحيات الضخمة. بركان أونتاكي يقع وسط اليابان على علو ما يزيد على 3000 متر، وبدأ نشاطه يوم السبت مفاجئا بذلك حوالي 300 من محبي رياضة المشي في الجبال، كما أصيب 63 شخصا بجروح. انبعاثات الدخان تضاعفت يوم الثلاثاء عما كانت عليه يوم الاثنين، ما ينبئ بانفجارات بركانية جديدة.